الحمد لله الذي من علينا بوجود السيد الأولين والآخرين الذي قال بحقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتنافسوا في محبة حبيبه وصفوته واتباعه وطاعته والاستمساك بهديه وسنته صلوات الله عليه وعلى صحابته وعترته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله واخرج البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم